عبيد العنزي من مؤسسين الحركة الرياضية بدولة الكويت الحبيبة، أيام الشهيد فهد الأحمد والعتج، شنو تذكر منه صدق الشهيد الله يرحمه؟ والله اليوم حنا شفت اليوم العزا نعزي أحد واحد من إخواني وصديق ودربي الأخ علي يوسف اللي كان أمين شاوي أمين صندوق اللجنة الأولمبية السابق ورئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة السابق. الله اليوم حنا في المقبرة الله يرحمه، اليوم نترحم على روحه إن شاء الله إلى جنات الخلد يا أبو حمي. والله مثل ما أنت شايف حنا الآن يعني بعيدين عن الرياضة ونتمنى أنها تطور الرياضة صح. نتمنى ذلك، نشوف أنه والله عثرات كثيرة قاعدة. أنتوا اللي بديتوها ما شاء الله أيام بعد عيسى دشتي كان معاكم مو؟ أنا عيسى دشتي معانا طبعا، كان عصر ذهبي أيام من أشهرهم تذكر الله يرحمه من فهد الأحمد، هو اللي باني الحركة الرياضية الحديثة معاي في الكويت، ولكن مع الأسف نشوف لا بس الحين في شباب يدد بعد ان شاء الله انهم بس هم الحين اللاعبين يبون شوي طال عمرك الماده يبي يخلدون اوروبا وبرا، الله يوفقهم في بعض ان شاء الله بعض. يعني انت ودك الرياضه تتم بيد الحكومه ولا يعني نص السجل؟ لا والله انا ودي تكون بيد الحكومه إيه، لان هي الحكومه اللي ترعى النشر معي بس هم اللاعبين يبون شويه يعني اوكي ما الاحتراف ما يعني احنا اوكي عندنا يبون اللي يساعدهم، عندنا تجار بالكويت مو مقصره يعني قاعد يدفعون حق اللاعبين لله الحمد ونشوف ان شاء الله. انا اتذكر اول ايام الوالد سيد يوسف رفاعي الوزير نعم يا ولد دوعه اي والله الله يرحمه يا ولد ديوانيته الكاظمه، من الناس المخلصين لهذا البلد طال عمرك معالي الزود، من الناس المخلصين لهذا البلد معالي سيد زود. يوسف الرفاعي ما قصر قدم الكويت والله يرحمه ان شاء الله طال عمرك البرك فيه. فيا الكاظمي رئيس نادي العربي فقال له عندنا لاعبين مصابين، كان اخوي احمد بعد يلعب نعم رفيجك نعم، فقال له شو تسوون؟ قال احنا ندور على التجار، فهو ليش ما في تامين صحي حق والله احترم ان الهيئه العامه للشباب الرياضه الحين قاعده اقول الهيئه العامه للرياضه استاذ حمود الفليطي الاخ حمود الفليطي مو مقصر الظاهر انه عنده نيه ان شاء الله بيسوون حق جميع اللاعبين تامين صحي في المستقبل باذن الله تعالى. انت كنت بالقوة ولا عب قوة؟ لا انا كنت في الجودو. جودو؟ نعم. كان بعد ولد عمنا مدير عام الحرس الوطني هاشم سعد عبد الرزاق الرفاعي كان معاكم ونعم ونعم كان معاكم ونعم وكانوا صالح ودعمنا حسن بنادي كان نعم نعم زين جود نعم. الحين منو رئيس اتحاد الحين؟ يوسف العنزي العنزي ونعم يوسف العنزي احد لاعبين منتخب الكويت، كان وله بطولات يعني على المستوى الآسيوي والمستوى العربي لله الحمد. كان الزنقوي اول كان الزنقوي الزنقوي طبعا موجود ولا توفى؟ الزنقوي في العاب القوة كان بطل العاب القوة في الجلة معاي يعني في الثمانينات، هو احد ابطال الكويت اللي كان، والحين اللي يعرف عنه انه هو مدرب صح صح يلا الله يرحمهم جميعا والبركة فيك سيدي. الله يرحمهم ويرحم والديك امين امين والديكم مشكور يرحم. سيدي يا بعد راسي انت قلت ايش اسمك؟ خالد سيد يوسف سيد هاشم سيد احمد الرفاعي اخوي احمد معاكم وكونه اعرفه اعرفه ونعم والله سلم لي عليه يعقوب الدكتوري شكرا حياكم الله.